هذا وأجرت مفادة التلفزيون المصري ريهام الديب لقاء خاصا مع مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ بمنطقة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الذي ينعقد من مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء، فضلا عن تميزه في التنظيم والذي أبهر كل العالم، هو أيضا يتناول كل الجلسات التي تتسم بأنها جلسات ثرية للغاية في كل الموضوعات والملفات التي تتعرض لها والتي تناقشها والتي تتعلق بشكل أساسي بكيفية مقاومة ومكافحة كل الأثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية، سواء بالتخفيف وكذلك أيضا بالتكيف، وأيضا الملف الغاية في الأهمية ملف التمويل. يسعدنا أن يكون معنا على شاشة التلفزيون المصري وعلى شاشة القناة الأولى المصرية دكتور طارق صادق، مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة الإسكوا. دكتور طارق أهلا بحضرتك. أهلا. بداية دكتور طارق، أنا عايزة أعرف الدور اللي بتقوم به الإسكوا، يعني هذه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الموجودة في الأمم المتحدة، الدور الأساسي المنوط بها إيه؟ تمام، شكرا جزيلا على المقدمة. طبعا الإسكوا هي لجنة اقتصادية واجتماعية لغرب آسيا بتخدم كل الدول العربية، فإحنا في مجال تغير المناخ لينا مبادرات عديدة خاصة بعلم المناخ، إزاي نحن نستفيد بالنماذج المناخية، إن إحنا نعرف إيه هي أثار تغير المناخ المتوقعة في المستقبل، سواء زيادة درجات الحرارة أو زيادة معدلات الأمطار والعواصف الرملية والترابية. فعملنا نتائج علمية اللي هي تخدم متخذ القرار والمخططين في وضع سياسات التكيف في القطاعات المختلفة زي المية والزراعة والتنوع الحيوي والبيئة. فإحنا هنا في المؤتمر بنشتغل مع عدة أطراف عديدة، منها مع الرئاسة المصرية في المبادرات الخاصة بحياة كريمة لأفريقيا، وإحنا طبعا بندعم هذه المبادرة لتنمية الريف الأفريقي في الدول الأفريقية، وكذلك زيادة المشروعات الخضراء في هذه الدول. وبرضو هنعمل كلمة مع وزارة التخطيط في آخر يوم عن مشروع الاستثمارات الخضراء في الدول. وكذلك نقطة مهمة برضو احنا بنشتغل فيها خلال هذا المؤتمر، هو تحقيق تآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصين بتغير المناخ والتنوع الحيوي والتصحر، لأن الاتفاقيات الثلاثة فيها جهود كتيرة الدول بتقوم بيها، ومحتاجين ان احنا نربط بين هذه الجهود للوصول الى الهدف المرجو بموارد اقل وفي وقت اقرب. نعم دكتور طارق، حضرتك اشرت الى الكثير من الموضوعات المهمه جدا اللي تمت مناقشتها بالفعل في جلسات الايام المختلفه لمؤتمر المناخ. طبعا حضرتك تابعت ان كل يوم بيحمل عنوان مختلف، تابعنا التكيف والزراعه، وبنتابع ايضا يوم المياه وكل ما يتعلق بالاداره المستدامه للموارد المائيه، طبعا ده تخصص حضرتك يا فندم، والقضايا ايضا الغايه في الخطوره اللي موجوده بالفعل زي قضيه الجفاف او ندره المياه. عايزه اسال حضرتك تحديدا على أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر والرصد المبكر للعمل على يعني الحد من التداعيات الخطيرة للأثار السلبية للتغيرات المناخية. بالضبط، ده موضوع اليوم، وأنا هيبقى عندي محاضرة بعد ساعة عن هذا الموضوع، إزاي أجهزة الإنذار المبكر فعلا تخدم المستخدمين، سواء مثلا المزارعين أو مخططي الموارد المائية وواضع الاستراتيجيات. فبنستخدم دايما في أجهزة الإنذار المبكر بعض النتائج اللي بتجيلنا عن تغير المناخ، وبنحاول ان احنا بنطلع نشرات مثلا خاصة بالمناخ خلال 3 أيام، ودي بيقوم بيها مكاتب الأرصاد في كل دولة. احنا كإسكوا عندنا المنتدى العربي للتوقعات المناخية، وهو منتدى علمي بيجمع كل مكاتب الأرصاد العربية لدراسة التوقعات الموسمية لكل موسم على حدة للمنطقة العربية ككل، ومنها نقدر نطلع
ايه هي التأثيرات اللي تخدم القطاعات المختلفة المعنية باختلاف درجات الحرارة. ممكن برضو موسم الأمطار يختلف، نشوف ايه هي المواسم اللي اقدر ازرع فيها المحصول، امتى نبتدي نزرع، امتى نحصد. فكل هذه البيانات العلمية والخدمات الهيدرولوجية والمتعلقة بالأرصاد مهمة ان احنا نبلغها للقطاعات المختلفة كنوع من الانذار المبكر قبل كل موسم. نعم، وأيضا أكيد حضرتك تابعت المبادرات الوطنية اللي ظهرت من قبل مصر، لأنه طبعا كل جهود الدولة الحقيقة كانت يعني بتعمل بشكل كبير جدا، كل أجهزة الدولة كانت كخلية نحل حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف، وحتى المضمون والجلسات تكون ترية بهذا الشكل الذي نتابعه جميعا. فيما يتعلق بمبادرة نوفي، هذه المبادرة الوطنية اللي بتستهدف إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، بتشمل المشروعات الخضراء بكل تفاصيلها، كيف يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؟ طبعا هي كل ما يكون عندي منصة تجمع كل الجهود اللي تؤدي إلى عمل مشروعات خضراء متكاملة، معنى متكاملة أن هي تدمج كل القطاعات وكل فئات المجتمع، فده بيشجع على عمل تحالف قوي من الدول. فالدول الأفريقية والدول النامية عموما محتاجة ان هي تبني قدرتها في هذا المجال. فالمبادرة دي بتدي نوع من المعرفة لهذه الدول وكل القطاعات المعنية ازاي ان احنا ندور على المشروعات الخضراء. وجايز برضو اليوم الحلول هيبقى فيه افتتاح مبادرة أخرى خاصة بتخضير الاستثمارات، ان احنا ازاي ان احنا يبقى لينا هدف ان الاستثمارات دي تبقى خضراء وتؤدي الى حفاظ على البيئة مع الأهداف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية اللي هي موجودة في أساس إعدادها أو في أهدافها. فتعتبر هذه المبادرة برضو زي حياة كريمة للدول الأفريقية. فأعتقد أن الرئاسة المصرية استطاعت أن هي تعمل حتى تكامل بين هذه المبادرات. يعني أنا النهاردة حضرت مبادرة المية، ويوم الزراعة حضرت مبادرة الزراعة. النهاردة كنت سعيدة أشوف وزراء المية والزراعة موجودين، لأن موضوع المية والزراعة موضوع مرتبطين. متكامل، ولابد من العمل فيهما بطريقة متكاملة. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور طارق، أكيد حضرتك تابعت المصطلح الأول مرة بيستخدم في مؤتمر لتغير المناخ، تم استخدامه في COP27، معالجة الأضرار والخسائر loss and damage. وبالتأكيد الأضرار والخسائر التي تنجم عن الفيضانات وعن ندرة المياه وعن هطول الأمطار الغزيرة، هذه التغيرات المناخية والأثار أو يعني خطورة التداعيات الخاصة بهذه التغيرات المناخية، كيف يمكن التصدي لها من خلال هذا المصطلح الذي تم إثارته في هذا المؤتمر؟ هو الحقيقة موضوع الخسائر والأضرار موضوع مهم وموضوع حساس. بقالنا فترة كنا بنحاول، أو كل رئاسة بتيجي لمؤتمر أطراف بتحاول أن هي تتناوله في جدول أعمالها، واستطاعت الرئاسة المصرية أن هي يتم دمج هذا الموضوع في الأجندة. وأعتقد أن هو هدف جيد أن احنا نوصل لآلية تمويلية تعوض الدول عن الخسائر والأضرار اللي حصلت لها من تغير المناخ. عندنا جزر صغيرة واتأثرت بارتفاع منسوب سطح البحر، عندنا فيضانات حصلت في السودان، وكذلك الأعاصير المختلفة اللي موجودة على منطقتنا العربية في سلطنة عمان، وعندنا برضو أثار تانية زي العواصف الرملية والترابية اللي بتحصل في الكويت والعراق، وارتفاع منسوب سطح البحر. بنعمل دراسة في شمال مصر عند الدلتا برضو، بنشوف ايه هي ازاي نقيم الخسائر والأضرار. يعني النقطة الرئيسية دلوقتي ان انا طب عملت آلية تمويلية، بس ازاي ان انا قيم الخسائر والأضرار، واي هي اي خسائر او أضرار او كوارث ممكن تكون حصلت هتخش تحت هذه الآلية وتبقى قابلة للتمويل منها.
أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق صادق، مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا بالأمم المتحدة. شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا ما زلنا معكم في هذه التغطية الحية لكل الفعاليات والجلسات والموضوعات المتعلقة بهذا الحدث الأبرز، مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ من مدينة شرم الشيخ. شكرا لك ريهام الديب.